أهلا بكم مشاهدينا ومتابعينا الأحبة بحلقة جديدة من برنامج سفرة. سفرة برنامج نزيح به الغبار عن وجه العراق الجميل ونعرفكم بمناطق رائعة اللي ما يعرفها إلا أهلها وقلة قليلة من الناس. شباب برنامج سفرة اجوا اليوم الى محافظة واسط الى مكان راح تشاهدون بعض من جماله خلال سفرتنا. ابقوا ويانا. بهيج أجواء ما يحلى إلا سقف السمك وبالطريقة العراقية الشهية. عاد هور أو بحيرة الشويشة تقع على الشرق من مدينة الكوت وتبعد بين 10 إلى 20 دقيقة عنها، وتحديدا على الطريق المؤدي إلى مدينتي بدرة وجصان. هاي البحيرة تمتد لمسافات كبيرة جدا وتدور حول المدينة جنوبا وينساب جزء كبير منها بنهر دجلة. هذه البحيرة العملاقة العذبة تعتمد كليا على مياه الأمطار وبجزء أكبر على مياه السيول القادمة من المناطق الحدودية المرتفعة بين العراق وإيران. من كنا فايتين شفناكم يم الحجر، من هذا المكان احلى مكان حتى رجعنا، ومن حاسن صدف عندكم فحم. احنا النار ما جت تشتغل، هسه راح ناخذ منكم فحم. اخذتوا؟ اخذنا؟ زين، شلون السادس؟ زين، هنا هاي هذا المكان شنو نقصه؟ نقصه شويه، نقصه مصطبات، اماكن جلوس. ايه.
هسه احنا نشوف قاعد يعني كرتون حاويات للنفايات. تعرف يعني وين صخ لما احنا قاعد هيك ورجع بالسياره يعني تاخذوكم بالسياره. هاي حاله حلوه يوم يمكن ذا اشوف الشباب يجون المكان يتونسون وهذا ما يعرفون وراهم نفايات ياخذون. لا لازم وعي طلاب مدارس نقول يعني عندنا شويه وعي. زين رساله للمحافظه او للناس اللي نتمنى احنا اللي هم مسؤولين مطعم هنا يعني تردون مطاعم هنا مطاعم كافتريات يعني اشياء اماكن شارع سايدين يصير زين. الناس اللي باقي المحافظات شو توجه لهم رساله؟ نجوم احنا متى ما نروح قاعد نروح نور دلميج يعني او رجبايش ايه لاني فاحنا هم ندعمهم يجون هنا ويشوفون الاجواء الحلوه. زين اكو مناطق غير المناطق الجنوب بغداد ومناطق الفرات الاوسط طبعا بغداد ما ادري مناطق الغربيه الشماليه اليوم احنا كنا اهل يعني انتم اليوم هذا تقدرون بيوتهم مفتوحه زين انا زاحمتكم وخذ من وقتكم يلا طلع الاخ ما شاء الله فنان بالشو شو اسمه علي ابو حسين ما شاء الله فنان بالشو السلام عليكم. المكان مثل ما تشوفون الجمال والمكان المكان وحده لوحه فنيه وينطي الهام وحدك مجرد بان بس مجرد تباوع وتنظر للسماء هي راح يطلع عندك ايدك تخرج ابداع وتفاصيل صراحه كلش حلوه. يعني ان شاء الله كل شخص عنده فرصه يقدر يزور هذا المكان لا يفوت هاي الفرصه. فرصه كلش جميله واجواء خياليه جنه. حمودي السلام عليكم ابو علي حبيبي محمد شلون شويتي الله جنة متوقعها هيتي لا والله ابدا ولا متوقع راح تجي هنا بعد لما تجي طبعا اكيد جازم. السلام عليكم شلونك صحه زين دائما الحمد لله شلون اللور الرابع الجاي اليوم جدا سعيد بتواجدي ويا جروب برنامج السفره هؤلاء الشباب المثابرين حقيقه ومن خلالهم اليوم تعرفنا على مكان جدا جميل الصراحه انا ما كنت اتوقع جمال هذا المكان شاكر جهودهم طبعا اول ما وصلت حبيت هذا المكان وبهواي شغلات حلوه يمكن من خلال عملنا احنا نقدر نصور هنا فيديو كليبات اكثر من كليب يطلع حلو هنا بدل ما انه احنا نروح نسافر او خارج دولة نصور فشاكر جهودهم طبعا حبيت هذا المكان كلش يعني واتمنى لكم كل الخير وكل الموفقية والنجاح حسين المغداد طيب عافية يا ابوك وهب هاي بعاقه بعد
اليوم احنا في محافظة واسط، بالتحديد 20 كيلو عن مركز المحافظة، منطقة سياحية جميلة جدا. هاي المياه نتيجة سيول، المياه هذه موسمية وهذه البحيرة موسمية فصل الشتاء. هذا الجمال اللي جاي تشاهدوه، واكيد شاهدتوه خلال هاي الحلقة. نتمنى تزوروه، ومكان يستحق ان يكون بالعراق. هذا المكان اللي تمتزج بنهاياته زرقة السماء والماء يستحق أن تزورونه، ويستحق أن تهتم به الجهات الرسمية وتوفر به بعض الخدمات السياحية، ويستحق من عندنا أن نحافظ عليه من نجي لزيارته ونجيب ويانا أكياس للنفايات حتى نحافظ عليه وعلى جماله. طبعاً شويكه اسم من الطفولة يتردد ببالي، كان دائماً كنت أسمع أجدادي يعني يحكون على أيام شبابهم يقولون إحنا قطعنا ذيك السنة للشويكه. هو يبدو أنه كان مكان بالربيع وبالصيف ينمو به العشب، لأن أيام الأمطار أيام الشتاء يتجمع به المي نفس الطريقة هاي. ما شاء الله السنة لين كانت أمطار هواية، أنعم بها رب العالمين علينا، فكمية المطر كان تفرح صراحة، ورجع المكان امتلئ من جديد بالمياه وصار معلم سياحي رائع. أدعوكم جميعا لمشاهدته، ومحافظة واسط بيها هواية أشياء حلوة وبيها هواية مكانات حلوة، الله يعمرها والله يعمر كل العراق وكل مناطقه إن شاء الله. سفرتنا خلصت، نلتقيكم بمكان آخر من عراق الجمال. خلصت حلقة اليوم من برنامج